بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور خالد بن ثاني، مملكة البحرين. اليوم نتكلم عن أعراض النوبة القلبية. أعراض النوبة القلبية دائما تجي مفاجئة، تتكون من اللي هو ألم في الصدر وضيق في النفس وتعرق شديد. بعض المرضى قد لا يكون ألم الصدر يأتي يعني بالأعراض اللي احنا ذكرناها قبل شوية. قد تأتي نوع الأعراض آلام في البطن، أو تأتي عن يعني بصورة مفاجئة ألم مفاجئ في الرقبة أو في الكتف الأيسر عادة. هذه الأعراض في بداية حدوثها يفضل أن المريض يسعى إلى الذهاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم. مرضى السكري لهم شوية عناية خاصة، لأن هؤلاء المرضى عادة يحدث أن الآلام الصدر قد لا يحسها المريض، ولذلك قد تأتي الأعراض على صورة ضيق في النفس أو تعب شديد. فإذا حس مريض السكري بهاي الأعراض أيضا عليه التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.